أنا داليا مصطفى، عاملة عملية تكميم مع دكتور محمد ضياء سرحان، بقالي سنتين عاملة العملية. خدت القرار بصعوبة شوية، ما كنتش بفكر أساسا في أي عملية تكميم، كنت على طول بجرب دايت، كل أنواع الدايت، كل أنواع البراشيم، كل أنواع الأجهزة، كانش في حاجة بتجيب نتيجة، بس ما عمري ما فكرت أن أعمل عملية تكميم، لغاية لما حصلت لي مشكلة صحية، جالي غضروف على القطنية وعرق النسا، جالي زي شبه شلل تام. فقرار الدكاترة كان يا إما أعمل عملية غضروف يا إما أعمل عملية توزيع وزني فوق 30-40 كيلو، وساعتها يشوف هيقدروا يعملوا عملية الغضروف ولا لا. طبعا قررت أن أعمل عملية غضروف. طبعا دكتور محمد كان يعني ربنا على طول هو بعتني ليه، يعني ما فكرتش، ما عملتش شير ولا سوري بحثت أو عملت أي حاجة، على طول كنت مقررة على دكتور محمد ضياء، كنت سامعة عن اسمه. طبعا رحت للدكتور محمد، قررنا العملية في أقل من شهر، عملت العملية. يوم العملية ده ما كنتش خايفة من أي حاجة غير مثلا من البنج أو التخدير، لكن كنت واثقة جدا في دكتوري. عملت العملية اتغيرت حياتي كلها، من واحدة ما كانتش بتتحرك من البيت، ما كانتش بتخرج، ما فيش أي خروج خالص، على طول قاعدة في البيت، لواحدة على طول بتنزل بتتحرك بتخرج مع ولادي، بقيت أعرف أشتغل، بقيت يعني في حركة مش طبيعية عمري ما عشتها يعني خالص. صحيا طبعا ما فيش خالص، اختفى خالص وجع الغضروف والعرق النسا، ما بقاش فيه الالم اللي كنت بحس بيه كده، اللي مر بالتجربه دي كده عارف المهم عامل ازاي. ما بقاش عندي خالص اي الم ولا اي وجع، ما كنتش باخد علاج خالص، يعني ما فيش اي علاج باخده ليه تاني، خلاص اتوقف كل ده، ما فيش فيه قرار عمليه تاني في حياتي.